النقطة الثانية، السؤال المتكرر في مثل هذه الأيام، يا شيخ هل يجوز تهنئة غير المسلمين بأعيادهم؟ قال الله عز وجل: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. قال ابن عباس ابن عم رسول الله ترجمان القرآن قال: الزور أعياد المشركين. لو كنت تريد الخير لأي أحد غير مسلم فادعوه إلى الله برفق وبلطف وبأدب، لأنه إذا مات على ما يعتقده هلك ودخل النار. فأنت بتغشه، بتخدعه، بتهنئه على باطله، تقره عليه، ترسخ على عقيدته المنحرفة، ولست صحبي، والله أنت لا تعرف معنى الصحبة، صديقي، والله لا تعرف معنى الصداقة، جاري، لا تؤدي حق الجار. يا أخوانا، لو واحد شاف واحد بيشرب خمرة وقال له بالهنا والشفا، يبقى أصاب ولا أخطأ؟ ها؟ يبقى غلط. شفت واحد بيشرب خمرة وقال له بالهنا والشفا، يبقى الكلام ده صح ولا غلط؟ ها؟ غلط، ده غلط. فتقول له حرام عليك، اتق الله، هذا من الكبائر، مش كده؟ طيب هل بعد الكفر ذنب؟ أعظم الذنوب إيه؟ الشرك. أعظم الذنوب إيه؟ الكفر. وهذا معتقد كفري كما سمعتم قول الله في الركعة الأولى. تهني بإيه؟ ده تقول له اصحى فوق، اللي انت فيه ده سكته سكة اللي يروح ما يرجعش. فلا تهنئ على باطل، تقول ازاي يا عم ده ربنا بيقول، ده انا سمعت احدهم يقول الله جل جلاله قال: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم وهذا من البر. اللي يقول لك كده يبقى دجال، حتى لو عمته قد قبة المسجد دجال. ليه دجال؟ لأن الذي نزلت عليه هذه الآية اللي هو مين؟ رسول الله محمد. كان يعيش معه في المدينة أهل كتاب لم يكن يهنئهم بأعيادهم. هات لي حديث واحد عشان أمشي وراك. أبر الخلق بالخلق من؟ محمد. ما كانش يهنئ بأعياد المشركين، يبقى هذا ليس من البر. البر إن إذا جاع واستطعمني أطعمه، عطشان أسقيه، عيان مش قادر يجيب الدواء أجيبه له، جاري أعرف حق الجار. لو أبويا اختلف مع يهودي أو نصراني والحق لليهودي أو للنصراني أقف معه ضد أبي، ده البر، مظلموش. يجوز أن نعمل عندهم ويعملون عندنا، نقبل هداياهم الحلال في شريعتنا ونهاديهم، نهنيه. قالوا ولد ألف بركة، اتجوز يعني عقبال لما ربنا يرزقك بالذرية الصالحة، اترقى ألف مبروك، جاب عربية جديدة ربنا يملى لك بركة، ماشي. مات له ميت، البقاء لله، أكل عنده ويأكل عندي، أتجوز منهم، مش كده؟ ده البر. إنما أهنئ على عقيدة باطلة يوم بيقول ده ميلاد الرب، إزاي؟ إزاي؟ فهذا ليس من البر، فانتبهوا عباد الله. طب ما هو جه قال لي كذا كذا في العيد عندي، قال لي، يقول لي قوله، قل والله أنا عقدتي إن المسيح عبد الله، نبي الله، رسول الله، لا ابن إله ولا تالي الثلاثة ولا الكلام ده، هذا الكلام بالنسبة لي عقيدة باطلة ما أقدرش أهنئ عليه. أما أي مناسبة أخرى سعيدة
له من أمور الدنيا نهني ونبارك ونساعد وكل حاجة تمام. العجيب بقى في المسلمين، ده الموضوع مش وقف عند التهنئة، ده مشاركة. تلاقي لابس طرطور، لابسك زعبوط أحمر، هي ناقصة طراطير. انت مالك انت يا ابني لابس لك طرطور أحمر، واحد مسلم وحطيت لك ده المحل بتاعه بابا نويل، ده ليه قصة تانية لوحدها. ايه ده؟ انت مين؟ اسأل الله الهداية للجميع. اللهم اغفر ذنوبنا، اصلح عيوبنا، وتب علينا، واهدي كل خلقك الى ما تحب وترضى، برحمتك يا ارحم الراحمين، امين. اقول قولي هذا. حد عنده سؤال يا اخوانا؟ اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.